غلوف حداش سوكوسيا لا بلاش الدفاع المتقدم 3-3 وتقدم الفريق مازال عارف سير كان برشو في بلاسيات سيبريا مازال يقدم اداء كويس وصبح السود يلعب في اقوى نجم كله بطولة العالم هي البطولة الاسبانية وترجع كرة ولعب رقم 4 في خصم المباراة الاولى للمباراة محاولة باهية لاستفتاء الاتحاد الدولي بكوكيان ممتازة برشا من سليم الزاني وترجع هو حاليا كل المؤشرات ان شاء الله تكون المنتخب التونسي قادر على تقديم بطولة عالمية من المنتخبات السيدات والذكور التسديد باهية التصدي من الحارس 7 فوروني الى اللاعب رقم 5 تصوبه وسليم الزاني يتصدى التصدي رقم 4 بالنسبة لأرقام سليم الزاني فرح برشا تصويبة ممتازة برشا من سليم الزاني تصدي ممتاز مرة أخرى سليم الزاني مسؤوليته كبرت بعد بروز التونسي باعتبار روسيا تلعب بخمسة لاعبين ممتازة برشا من سليم الزاني ما قصرش سليم إن شاء الله فعلا كان ينجم حكم يزفر عفوا ضد اللاعب لأنه مسجل كرة 3 ثواني وترجع سليم الزاني بداية هجوم ايضا 7 ستيك بيني ورقم ثاني في بطولة العالم هي اللي تخلي اللاعب يكسب الخبرة ممتازة المنتخب التونسي يشجعه في المنتخب النرويج وشاطر 7 امتار ستيك بيني ومرة اخرى ثاني ضربة جزاء ستيك بيني ايضا كان مصاب قبل الدورة العالمية من مواليد 73 من المنتخب التونسي ماشي مليح دفاعا وهجوما وكذلك لأنه في كرة اليد نازل أخر رقم 4 عند الكرة أنسن إلى لعب الدائرة وسليم الزاني مرة أخرى تصدى ما قصر سليم ويربح حسبته العرض البطيء لهدف لاعب يولي يانسن أيضا ضربة الجزاء واصبح في حوار ثنائي بينه وبين ذكر اسبوعي حوار رياضي ممتازة برشا من خلال الاحصائيات الرسميه المرافقه الاحصائيات الرسميه المرافقه واقتراح الاخراج السلبي في مستوى موقع التعليق نتاكدوا من هذا في اسفل الصوره واعاده لوريتسون نحو يانسن وموجود سليم الزاني بيزوز كنت لك الوجوه يلعب الهجوم المعاكس دارك التسديد موجود سليم الزاني سمعي سيو محمد مادي يعني مشكل امام مقاطعة كرولان بينما كيف تعرف نتائج المجموعة الرابعة سلوفينيا والمنتخب الروسي منذ قليل فاز امام النظير الاوكراني 30-27 هناك تصدي اخر لسليم الزاني ترجع الكرة المنتخب الوطني التونسي من إدراك هذه الهدف متأكدوا بلال هذا لاعب مونشات المرور باهي من سليم من سليم الزاني اللي في بداية اللقاء كريستيانو يصعد لليمين باهي باهي التصدي بتاع سليم الزاني قدام على مرمى المنتخب التونسي النرويجي محاولات وتمر جانبية غياب الثقة مرة أخرى كما حكى بلال في مرة عن نقل من فريق النرويجي من الجناح المرور وسليم الزاني لازم الاستمرار يسقط على الدائرة لكن هذا ما يعنيش أنه أخذ الكرة على الدائرة تصدي ممتاز برشا من سليم الزاني بايرن حسن الاحتفال الأمريكية المحترفة ولا شو طيب بتاع سليم الزاني ولات فترة ذهبية فيها سليم الزهاني بطل في المباراة مش كل واحد ياخذ حقه من الشبان منهم سليم الزهاني وعلى اللي يعطيكم عمره بالضبط شو المنتخب النرويجي في هجوم معاكس تصويب مرة أخرى سليم الزهاني كما المنصف بسبيس كما رياضة عالم سليم الزهاني يؤكد حسن استعداده بعد الألعاب الأولمبية سيدني 2000 هذا الحارس مرة أخرى محمد برد ينزل الاستماتة الاستماتة في أمام روجي المنتخب التونسي على مستوى الدفاع وكذلك على مستوى حراسة المنتخب السيد عائل وسعيد عمارة
عند واحد في 21 عنصر من الجناح سليم الزاني يمكن عكس الرجول يرجع المال التجي فيها مولدشتات الى اللعب رقم 7 وسليم مولدشتات يسدد وسليم الزاني ومرة أخرى على مارتين قلت لكم عشق مش من المهاجمين فقط بل من الحارس يعني من لاعب المنتخب التونسي أمام بلال الفضائية تونس 7 لكم تحياتي بلال العويني وحسني الزغدودي إلى اللقاء بطولة الأسرة الثانية هدف مصاب وتعرف عليها ما يخص يعني النزاع بتاعه حوار ممتازة من سليم الزيني وهذا تصدي يعني أول لاعبين المصريين وخلى سليم الزيني ممتازة وهذا الهشوة بعيد على مستويات كثيرة أنفاس تعرف إن الجن الفريق المصري زين يعني في كم رئيس الاتحاد الدولي بكأس اليد عنده تأثير ترجع الكرة والتدخل ممتاز من سليم الزيني أمام هجوم قوية جدا من المباريات وديع سليم الزيني بالموعد المصري سليم الزيني يتقدر بتقدير ذاتي من الجميع الجيوشي جيوشي خارق العادة من سليم الزيني في حارس المنتخب حارس الثياب القناة الثياب لأن عمري ذكر اسبوعي وتوصل خارق العادة مرة أخرى مرة أخرى سليم الزيني ما تكسر بالمرة يلعب بكل ضرورة ما يمكنش تتكرر مثل ملقى للمنتخب التونسي ترجع الكورة الأمير عياد يوجد يوجد حول المرور ممتازة الهدف وسليم الزاني مرة أخرى ممتاز سليم الزاني قوي جدا وأبوزيت أسرق عواض ومتباردين إن شاء الله سليم الزاني بطل اللقاء حارس من الفراز الرفيع مبروك والله مبروك علينا الكل كانت بارتي صعيبة الحمد لله ربي وفقنا يعني عرفنا كيفاش حضروا الماتش نتاعنا قلايب الناس كلها عزيمة وإن شاء الله قدرة ربي المراوح من هنا كان بكأس إفريقيا معنا إن شاء الله ممتاز التصدي من سليم الزاني ممتاز التصدي على خط الستة أمتار سليمان سليم بعد جزء انتصارات متتالية ضد المنتخب المغربي والمنتخب الكويتي السيد دين كيرا منكم تصدي سليم الزاني تسديد والسليم الزاني في الموعد يتصدى مرة أخرى على خط الستة أمتار أكثر من هذا على خط الستة أمتار هذا ما يشيله أيضا المدرب سيد عياري على البنك ممتاز سليم الزاني ممتاز جزء نقاط من عدم الان حتى من اجل وضعية سهلة شوفنا مصيرة فعلا هنا يلزم التفاجئ والاستبعادات خاصة اللي في يوغوسلافيا اسبانيا وتونس المنتخب الكويتي اللي كان توصل ضد المنتخب المغربي اليوم زوج نقاط وصلاح المنتخب الاولمبي ما تبقى الصعوبة في مغالبة سليم الزاني ممتاز ممتاز هذا الحارس ما زالوا 15 ثانية ارفع من المنتخب الاولمبي يعني ما فيه حتى شيء هذا مسار ممتاز سليم الزاني تصديات مثل هذه رجع اللاعبين في المباراة تعطي تقحام للنفس الهجومي لمنتخبنا رجع المنتخب الكويتي بيجي قريب من فرنسا
الثانية المباراة الدورة الثانية، وهذا تصدي ممتاز من سليم الزهاني. أول تصدي قدم شوط ثاني ممتاز، ترجع كرة ممتاز، تصدي من سليم الزهاني أمام كاتب إيمان في نقص عدد المنتخب الألماني. أمامكم جناح يحتاج متقدم في نقص عددي منتخب تونسي، ممتاز التصدي من سليم الزهاني. بداية طيبة في المباراة الثانية، تصدي وكان التصدي سليم الزهاني في توقيت 12 دقيقة و29 ثانية في هذا الشوط الأول من المباراة. كيف هو يعني إنهاء المباراة في شوطها الأول على غير المباراة، يخلي المباراة يعني تمشي في طريقة صحيح بالنسبة للمنتخب التونسي، خاصة لأنه خمسة نقاط فارق تكون مشكل، خاصة من ناحية المعنويات بالنسبة للاعبين، وما زلنا في 15 دقيقة لعب. بالفعل بلاد أسواقية للمنتخب الألماني، خذا فرد صاحبي بن عزيزة، وممتاز تصدي سليم الزهاني، ترجع كرة من وسام بوسنينة لغرض الهدف الأخير من صاحبي بن عزيزة. لكن في المقابل ممتاز أيضا التصدي، ثاني تصدي على المنتخب الوطني التونسي، 9-7 نتيجة للمنتخب الألماني، ويدخل صبح سود في الهجوم. ما ننساوش نافع علينا أكبر لاعب في بطولة العالم، هو تصدي ممتاز، تمشي رمية التماس رغم محاولة في هذا اللقاء. الفوز يكون لتونس مجددا في لقاء الأول في إطار الدور الثاني من بطولة العالم. الخط الخلفي للدفاع يكون مستفيق، سهل تسديدات تحتية إلا وكان هدف، وهنا تصدي ممتاز من سليم الزهاني ودخول في المنطقة من لاعب دراغونسكي على خط الستة، أن تخرج من الجناح ويسدد، وسليم الزهاني متألق جدا في هذا الشوط الأول. والست دقائق وبضع ثواني من نهاية لازم تفادي مثل العمليات. على كل ممتاز التصدي من سليم الزهاني، ممتاز وتنبيه باللعب السلبي، ما قصر السريع من الجماهير التونسية. أمامكم الحقيقة في التصويب من بعيد، وترجع الكرة من سليم الزهاني، ممتاز مردود سليم الزهاني في هذا اللقاء. عصام تاج لكن الكرة ما تمشيش، ترجع باور ماركوس، يعني حب يجازف عصام تاج بهذه المحاولة على كل العالية، لكن يشكو من نقائص مستوى التسديدات الأرضية. على كل خطا أسبقية نقطة فارق 16-15 للمنتخب الألماني، وتصدي ممتاز لسليم الزهاني. وليد بن عمر ماهيش ناجحة، وممتاز التصدي من سليم الزهاني متألق من جديد. فعلا تصدي آخر لسليم الزهاني زي تحديد جمع عكس لمالي، لمالي والكورة خارقة العادة الحارسة. حطي عطول المنتخب الجزائري حاول يلقى الثغرة، وسليم الزهاني ممتاز مرة أخرى يخرج كظهير ويدخل كلاعب دائرة الآن. رضوان عوسية إلى لمالي من الجناح، مقاسر سليم الزهاني ممتازة جدا، وجمع عكس لوكيل إلى وسليم الزهاني ممتاز. سليم الزهاني في يوم 2004 لأنه استدت، وسليم الزهاني عوسية إلى الجناح لوكيل، وسليم الزهاني ممتاز، سليم ما قتلش هجوم معاك. سفيان الساحلي حاول المرور امام وسام بوسنينة، ممتاز دفاع، وسليم الزهاني يرجع الكرة للمنتخب الجزائري. سفيان الساحلي حاول المرور والكرة ضايعة، وسليم الزهاني مرة أخرى يسترجع ريح يحاول يلعب من الجناح. سليم الزهاني عنده كلمته، سليم الزهاني وسريع إلى عاشور وسريع تصويبة، وسليم الزهاني يتصدى ربيع حر مرة أخرى. سليم الزهاني سوند الحاج مردود كبير وكبير جدا، وسليم الزهاني يتصدى الكرة، ولاحظت حسن جدا ماذا بينا سجلوا أهداف بطريقة عادية يا رمزي بنيان سيدي وعبد بن عزيزة عوشية للجناح وضرب الجزاء حكم يلجم الفاتن في ملعب سلبي، وسليم الزهاني يتصدى. المنتخب الوطني التونسي قاعد يلعب امام عمالقه تركيا، بل بدايه المباراه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لتركيا كان عقب الجميل من تسلسل مع تسلسل الكره. طيب الحقيقه ما فيش، ترجع الى كره من جديد المنتخب الفرنسي، ممتاز الزهاني ممتاز في التصدي، وأكيد حولي في الدائرة هذا المنسق، تغيير مراكز سريع للهجوم الفرنسي، أوفرتير يلعب الجناح والحارس ممتاز في مزاني، يسجل 156 مباراة دولية، هيكل مجنم اللي سجل في الفرنسي يغير في طريقة لعب الهجومية، وتصدي ممتاز للحارس.
من لاعب المنتخب محاولة من البعيد من كرباتيتش نيكولا وضايعة يتسجل على الكرة من جديد في هجمة المنتخب الفرنسي أو كثير وستين الزاني هم أيام من بلك يتسجل الكرة من ميتل اللي بيسام حميد اللي غير في كل زوايا التصويت واللي جاب Thank you.
على اللاعب الباقي للمنتخب الوطني التونسي في كل المنتخبات يعني يلزم الممر القومي يبدل يعني يبدل الخطط بتاعه. المنتخب التونسي عنده 7 بطولات افريقية وهو حامل اللقب الافريقي في المسابقة ويعرف توا علاش متركز علاش ما اجبر اللاعب للمرور للجنازه باش يجبروهم هكا باش يسكروا لهم على لي زومبل وباش يخليوهم يشوطوا من الزاويه مش على القوه نتاع البوسنه قدره ربي ما هو باش يتصدوهم كل شيء. اللعب على لعب تيرومانوفيتش لاعب بوسنا سراييفو من مواليد 9 ابريل 1984 هذا اللاعب المنتخب البوسني يقوم في عمل وبناء الهجوم حلول هذوما في المباريات الرسميه. ما وانت والتوصيل نتاع انت والتوصيلات نتاع المبرر هذه صحيح ممتاز للغايه. هذا سليم الزاني على مرتين توا هذا الشيء يلزم الوقت يكون عندنا ممتاز وهذا اللي يجب يكون عندنا حارس ممتاز حارس كما هذا. انا اقول لك 40% يعني فما 40 معناتها يشجع بعد ان شاء الله يكونوا حراسنا في الموعد في البطوله الافريقيه اللي ننتظروا منهم كثير منتخب تونسي باش تهدف لنا مثل هذه الهجومات. تنزل بسرعه هاو 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 الحارس هاو الحارس بكذا 5 4 4 ضده واحد وحده ومنع الفوز معناتها عنده قيمه كبيره يعطي شحنه لفريقنا. هذا هو حتى المقدم هو نقطه قوه فعلا ونقطه خطر على الفريق الخصم. بالنسبه للظهير الايسر عنده كثير بالبوينت ايوه عنده ظهير سليم ليش لكن الدفاع اللي قلق هيثم ليش وتعود الكره ممتاز معناتها ممتاز رجل الشوط الاول الشوط الثاني برقم 3 اللي حاول تسديد رقم 14 زيد ترزيتش حاول معكس اللي كان احسن سلاح للمنتخب التونسي في الشوط الاول. ايضا السلاح اللي كان ممتاز هو سليم زاني اللي كان سد المنيع للمنتخب الوطني التونسي امام الجمهور في هذه المباراه. ان شاء الله غدوه يكون حاضر باكثر كثافه في المباراه الختاميه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. نتذكر بان المنتخب الدنماركي انهزم ضد المنتخب النرويجي 33-30 في المباراه الاولى. باش نشوف هذه الحلول اللي تمشي مع المنتخب في الدورات القادمه. تصدي ممتاز من سليم زيري فورمه كبيره لهذا الحارس. انا نتوقع ان الهداوي ما عطاهش ما بين الفرق العالميه لو ما قبل ما كناش ما بين الفرق العالميه معناتها تو احنا ما بين الفرق العالميه وهذيك فرصه مش احنا نقيسوا روحنا معاهم. اللي كنت تحكي عليه يقول يلزم ياخذ فرصه ياخذ فرصه توا ويلزم يستغلها كيما يلزم ان شاء الله ان شاء الله يكون في المستوى هذاك هو باش يزيد يسجل. المباراه عطاها 10 دقائق لتهدئه الاجواء شو صار بالضبط التوضيح الرؤية والخارج الميدان الكرة للخارج الرياضي من جديد مستعدين على مستوى الأرض كنت تسمع مودي بمنطقة فردية برضه وخارج الميدان حب الزاوية الأول المرور ممتازة تاري كاونتي عملية تسلسل ماهر كريم في الزاوية الأولى لكن سليم زاني يعرف جيدا ويتسلسل حارس تطورت اللعب التدخال وكاريكا خارج الميدان كاريكا تسرع آخر أيضا محمود الى ايمن حماد حول المرور قويه جدا لكن سليم الزاني يتصدى في الدقيقه 4 على المستوى المحور مجد جباره والتصدي من سليم الزاني 25-25 الترجي يلعب متقدم في الدائره مره اخرى محمد مسعود يضيع الكره وجه لوجه تصدي اخر لسليم الزاني كلها سريعه سيف لعب الدائره تقريبا سيناريو قاعد يتكرر وذكي كثير صاحب الثلاثه هذه الفرقه دائما للترجي بنود الدم كبيرة وثقة كبيرة في النفس يواصل الهجوم لكن سليم الزاني يتصدى ويعطي فرصة أخرى للترج Thank you.
quante scuse ho inventato io pur di fare sempre a modo mio, evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande. Quanta gente ho incontrato io, quanta storia, quante compagnie. Ora voglio di più una storia importante, quello che sei tu, forse sei tu.